السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد سور ما شين. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تصايبوا هاد الطريزه. هذا طرز هندي ولا شرق اسيوي، لان حتى الدول اللي حدا الهند كيديروه، باكستان، بنغلاديش، لقيتهم كلشي عندهم هادشي في الازياء التقليديه. دونك هذه بحال ماشي الطرزه كامله كما كيديروا، لانه ما كيعمروها حتى من الداخل. انا خليتها خاويه من الداخل ودرت لي ستراس. دونك غادي نوريكم هذا الشكل بالضبط، لانه هو اللي غادي ندير انا في العباءه ديالي، باش تشوفوا الشكل النهائي، اللوك كامل ديال القفطان والعبايه. دونك باش ما نتعطلوش، هذا هو الباترون. دونك ولا بد باش ديروا الباترون، من الاحسن انكم تستعملوا هذا الورق اللي فيهم لي كارو، سواء الكارويات الكبار ولا صغار على حسب القياس. انا هنا درتها كبيره بزاف باش يبان لكم، ومادا بيا انكم ديروا بوز وتنقلوها بالارقام مبدئيا حتى تتعلموا. علاش؟ لان من بعد اون فوا غادي تمشيو يديكم في الطرز، كيبقى هذا الترتيب هذا ولا هاد الارقام ما كيبقاوش مهمين، لان ممكن تبداو من اي بلاصه في هاد لي كارو، ماشي مشكل. دونك هذا غير باش يعاونكم مبدئيا في الاول حتى تعرفوا كيفاش الخدمه كتكون. دونك فوالا، هذا الباترون كبير. انا هنايا بالنسبه لهاد الزواقه هذه، لان هذا القياس هذا هو اللي غادي ندير في العباءه. هانتوما كتشوفوا خديت غير شويه ديال الثوب ديال جهه الكل، خديت هاد لاشوت هذه وطبقت بها بنفس الخيط وبنفس لي ستراس اللي غنستعمل، باش تكون عندي فكره. ولا شفتوا هنايا واحد الخط دايره بقلم الرصاص، يعني هذه هي الملاقيه ديال الامام، غير باش تعطيني فكره، لان ما كاينش اللي غيوضح لكم الشكل الا ما جربتوش نتوما. دونك من الاحسن بغيتو شكيتو في شي خيط ولا في شي ثوب، جربوا عاد خدمه. دونك هذا الرشمه هذه اللي درت انا هي هذه، دونك بحال أربعة ديال هادو. دونك غنخدم معكم انا وحيده من هادو، وانتوما الا بغيتو كديروا أربعة وكتعطيكم هذا الرشمه هذه. دونك انا غادي نخلي لكم الصوره، ديروا عاوتاني بوز ونقلوا هذا الشكل هذا. انا هنا مخدامه غير بلي كارو صغار، لي كارو صغيورين ديال الدفتر ديال الورق. دونك هذا هو الشكل. هنايا بالنسبه للمرمه، هذا القياس هذا فيه ثلاثه ديال الكارويات صغار، ثلاثه ديال الكارويات صغار هو هذا. انتوما الا بغيتو ديروا بوز حتى لهادي. دونك فوالا، غنبدا معكم ديريكت. دونك الا بغيتو انا غادي نتبع نفس هاد لوغد هذا اللي في الورقه باش ديروا بحالي. دونك غنبدا من رقم واحد، هو هذا، هو هاد القنت. دونك كنخرج الابره ماشي في القنت ديال الكارو، مي الفوق ديالها شويه بهاد الشكل هذا، وكنجيب الرقم اثنان، ندير الورقه في الجنب، غادي نجيب الرقم اثنان اللي هي في الاسفل. دونك بالنسبه لهاد المرحله هذه، فاش كنجي للرقم جوج، حتى هي ما كندخلش الابره في القنت، كندخلو تحت من القنت بواحد شي شويه بحال هكا، وكنخرجو من الجانب الاخر ديال الكارو. حنايا في هاد الطرز كله ما غاديش نستعملو القناص، يعني ما كندخلوش الابره في القناص. بالنسبه للخيط تقدروا تستعملوا اي خيط بغيتو. انا هنا دايره خيط ديال القطن، ها هو عادي. بغيتو ديروا الخيوط ديال البته كديروهم، بغيتو ديروا الخيوط ديال الحرير جربوا بهم، المهم اللي يعجبكم. دونك المبدا اشنو هو؟ هو الخيط اللي كنكون خدامه به، اللي كنهبط غيجي تحت الخيط اللي غادي نخرج. دونك غادي نخرج الابره من هنايا بحال هكا، وغادي نجي لرقم ثلاثة. ها هي رقم ثلاثة. دونك كيما قلت لكم، الخيط اللي جبت تحت من الخيط اللي غادي نخدم به هاك، وكنشوف فين عندي رقم أربعة، عندي هنايا الفوق. دونك هاد الخويطات، دونك هاد الخيط هذا اللي انا خدامه به تحت من الخيط اللي غادي نخرج. الوغ غادي نجي لهنا ونخرج الابره من هنا. دونك غير تبعوا مزيان وجربوا، الا ما جربتوش هي والو هكا.
هكا، وكنجي للرقم 4 عندي هو هاد الفوقاني. دونك الخيط اللي خدامه به تحت من الخيط اللي غادي نخرج، ونشوف فين غادي ندي الخيط. غنديه لرقم 5 بحال هكا. انا كندور المرمغة باش تجيني سهله، لان خدامه غير من الكاميرا ماشي حتى بعيني نيشان. الوغ هكا باش الخيط اللي غادي ندي لرقم 5 يكون هو الفوقاني. فوالا داك، نرد البوزيسيون باش تبان لكم ثاني. دونك هذا هو رقم 5 عندي، هو هذا الفرق. وغادي نشوف رقم 6 فين كاين، هو التحتاني. اذا غادي ندخل الابره من هذا القنت هنايا ونخرجها من هنا. كيف ما كتشوفوا ما كنقيسش لي كوان ديال الكارويات، كنجي غير تحت منهم. فوالا بحال هكا، وكنجي ثاني لتحت. دونك عندي 6، 7 هي اللي حداها. دونك الخيط اللي كنخدم به لتحت، والخيط اللي غادي نخرج فوق منه بحال هكا. كنشوف عاوتاني اللي غيجي من مورا هاد النقطه هادي فين. 7 عندي 8 هو الفوق. الوغ كندخل من هنا دايره الخيط الطويل كيتخبل، وكنطلع على رقم 8. دونك هنايا في هاد المرحله هادي غيكون كيبان ليكم مبدئيا المبدا كيفاش باش كنخدمو، لانه هو راه خيط متواصل. الا جيت حتى نرسم بيدي راه كيجيني نفس بحال ما غاديش تهزو يديكم، من ما غاديش تهزو ستيلو. هانتوما بحال مثلا كنبدا هكا، كندير هكا 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 هكا، خط واحد، خط متواصل. حتى الخدمه ديالي كتكون بنفس الطريقه، يعني خيط واحد وكنبقى خدامه به. لان هانتوما من الخلف غادي يبان لكم كيفاش تراصيت هذاك بحال الكروه بلا ما يكونوا عندي خيوط من جهه لجهه. راك نكمل، وصلنا للرقم وصلنا للرقم 8 الفوق. دابا غادي نجي لتسعود اللي حداها. دونك دائما بنفس الطريقه الخيط اللي خدامه به تحت من الخيط اللي غادي نخرج، ورقم 10 هو تحت منه بنفس الطريقه. دابا يقدر يجيكم في الحين، انا فاش يلا شفتو اول مره جاني كيفاش كيديروا كيعقلوا على هذا الشيء كله، هذا جاني بحال كومبليكي، بينما هو لا، غير جربوا تاخذوا مرمه وتجربوا صاي عاد كتفهموا اكثر. دونك رقم 9 غادي نهبط لرقم 10 ومن بعد 11. كنجي حتى هي القنت، فوالا ها هي 11، ومن بعد 11 عندي 12 الفوق. دونك بالنسبه لهاد الخيوط هادو ديال الوسط، بحال مثلا الا كان الخيط هذا غادي يدوز من فوق هذا، ندوزو من تحت هذا الاخر. هذا ها هو دايز من. اذا في هذه المرحله هذه كيف ما قلت لكم، الخيط بالنسبه للخيط كتردوا البال، الا كان دايز من الفوق ديال واحد الخيط دوزوه من تحت الاخر. وهنايا كان دايز من فوق هذا، ها هو داز من اوتوماتيكمون، لان هذا جا خدمته من بعد جا من فوقه، غير باش يبقاو الخيوط مشدودين لكم وصافي. دونك هنايا وصلنا للنقطة 11، الكوان رقم 11، وغادي نكملو ب 12. ماشي غنكملو بمرحلة ما قبل الأخيرة، لأن غنرجعو لواحد، غادي نبداو من واحد ونكملو في واحد. دونك هنايا
كنكمل بنفس الطريقة. دونك بالنسبة لي أنا شخصيا كل ما كانت الرشيمة صغيرة كل ما كتجي زوينة. وعاوتاني شوفوا نتوما على حسب مثلا الحجر اللي غادي تستعملوا، ولا بالنسبة لي أنا كل ما كانت صغيرة كل ما كت ما كيبقاوش يبانوا التفاصيل ديال الخدمة، كتبان غير الزواقة كلها. دونك كنطلع لرقم 12 وكنكمل في رقم 1. ما فيها حتى اختلاف في الخدمه، كيف ما كان بدا كيف ما كان سالي. صافي هنايا كنت هبطت بخط واحد، دابا غادي نجي باش ندير الفي ديالي ديال هاد الجهه هادي، وبهكا نكون ساليت هكا. دونك هنا غادي يكون مختلف على هادشي اللي وريتكم، ولكن راه هاد الزواقه هادي كلها هي وحده من هادو، هي هادي. ها هما هادوك لي كارو ديال الجناب، هاد لي كارو هادو راه هما هادو، غير حيت هادي صغيوره جات هكا. دونك بالنسبه ليا انا خدامه هنا باربعه ديال الزواقات، كل زواقه فيها 5 لي كارو. دونك هنايا 5، هنايا 5، هنايا 5، هنايا 5، وهاد المنتصف هذا كنلاقيوه هكا، كنلاقيوه بهاد جوج خطوط فينا هما فينا بهاد جوج خطوط، هذا وهذا وهذا وهذا. دونك فوالا هذا هو الشكل. وفي المنتصف هنايا درت غير دي ستراس اللي كيلصقوا بلابليكاتور، حتى لشي فيديو ان شاء الله ونوريكم الاستعمال ديال لابليكاتور ومختلف هذوك الريوس ديالو. دونك هذه هي الترزان، نتمنى ان الفكره تكون مفهومه، وطبقوا طبقوا طبقوا، كنأكد على التطبيق لان راه ما يمكنش تفهموا غير هكا غير من لا فيديو، ولا بد خاصكم تطبقوا باش يوضح لكم ويبان لكم شنو اللي مسلككم. تقدر طريقتي انا ما تلتزموش بها، فهموا المبدا وكل وحده دير طريقتها. تقدر تبدا واحد من هنا، واحد من هنا، من هنا، من هنا، من اي نقطه في هاد الزوايا هادو في هاد القناه ممكن تبداي منهم. انا غير بغيت نسهل عليكم وندير لكم هاد لو شيما هذا. دونك فوالا سي تو، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.